ثبت الخط والزخرفة. كنترول العزيز. السؤال هو اشتقاقات نباتية وظيفتها البنائية ربط الأغصان في مركز واحد، وتشكل نقطة التقاء وافتراق الأغصان. هذه العملية تسمى عقدة رابطة، أزهار رابطة، أم براعم رابطة؟ يبدأ العد التنازلي في هذه اللحظة. لديكم وسائل للمساعدة، لا تنسون أكو وسائل للمساعدة. 18. نحذف إجابة. عقدة رابطة وأزهار رابطة. يا عمار. عقدة رابطة. نعم. الأولى. نثبت الأولى. والإجابة صحيحة. الله صل على محمد.